ومؤخرا صابر الرباعي تواجد في دبي وصور حلقة خاصة لبرنامج كالبول كاريوكي بالعربي اللي بيرجع بموسمه الرابع على قناة دبي ابتداء من 23 يناير. ومع هالموسم الجديد بيعود هشام الهويش ليتولى مهمة التقديم. وطبعا في حلقاتنا القادمة راح نكشف لكم جديد هالموسم وراح نعرفكم على بعض أسماء النجوم اللي بيستضيفهم، وأكيد نحن بنرافقهم بالكواليس علشان ننقل لكم الأجواء من خلف الكاميرا، مثل ما رافقنا حلقة صابر الرباعي اللي جمعنا فيه لقاء على هامش التصوير اتكلمنا فيه عن أعماله وعن نجاح أغنيته ورحمة قلبي، وهذا في تراكينج ستوري نمبر 2. ألف مبروك على نجاحها ورحمة قلبي، بس كلها تهديد وعيد وأنا بعرف اللي قلبه طيب ما بيتعلم من أخطائه. لا ابدا، هو الاغنيه مش هي يعني الاغنيه تتسمع وكل واحد يحسها او يفهمها بالطريقه اللي يحب يفهمها بها. فاغنيه جميله في الاخر، موضوع ممكن نعيشه، يعني اي انسان فينا ممكن يعيشه. ان شاء الله كانت الاغنيه يعني وصلت وحبوها الناس، هذا اهم شيء. يعني عشتوا قبلها؟ لا أبداً أبداً لا أبداً لا. وهالأغنية اللي حققت على يوتيوب حوالي 1.5 مليون مشاهدة لافتت الجمهور بسبب ستايلها الموسيقي الشعبي المميز اللي تطلب مقام موسيقي مختلف. عرفت كمان أنه فيها مقام الصبا، وهذا المقام يعني مش أي حدا بيقدر أنه يرجع يستعمله. هو أكيد الطعم الجميل اللي فيها كأغنية صعيدية أو أغنية شعبية أو أغنية فيها الإيقاعها يعني شعبي مصري، المقام اللي احنا محتاجين اليوم أنه نرجع شوي للمقامات متاعنا، البياتي والصبا والراست، حتى نعيش دايما بموسيقانا العربية يعني بالنهاية. فهي مش متوفرة اليوم، لكن احنا حاولوا من مكاننا احنا انه نخليها دائما موجوده، حتى من ما نتعاقبها اجيال واجيال. اكيد يعني هي المدرسه الكلاسيكيه اللي تعلمنا عليها الشرق، يعني رجعتنا ايام ام كلثوم. هو صحيح الهوى غلاب. يعني هو في اكيد الصبا تغنوا بيه مطربين كبار يعني عديدين، ومقام يخاطب الداخل الانسان، يخاطب وجدانه، فحزين وكذا. فحاولنا انه او الملحن حاول انه يخليها باين اكثر ويكون هو المين يعني. وعمل مختلف كان طرحه من حوالي شهرين هو شد صحيح، فشفنا صابر بفيديو كليب انيميشن حمل رسائل امل وتفاؤل للجمهور. هي رساله يعني مسج، رساله للناس انه لازم تشتغل مهما الظروف، مهما الظروف كانت معاكسه، الوضع الصحي، الوضع، كل الاوضاع اللي ممكن تخلينا شوي تعبين، لا تشد صحيح وتقدم القدام، ولازم تكمل ولازم تحاول أنك تتخطى هذا الصعاب، وهذا اللي حبينا نوصله للناس. أما بالفترة المقبلة فصابر بيتعاون مع رامي جمال بعمل جديد. فما أغنية إن شاء الله، ما احنا كملنا مفروض كملنا غنائها، وإن شاء الله تكون موجودة بالأغاني الجديدة إن شاء الله. ولكن هل على جدول أعماله المقبلة ألبوم غنائي؟ كل جمهورك بانتظار إمتى صابر الرباعي مع حفظ اللقب بده ينزل ألبوم، ولكن عم تتبع طريقة الأغاني السنجل، هاي خطتك هلأ المستقبلية؟ يعني هي مش خطتي أنا فقط، يعني هي الخطة العامة السيدة اليوم أنك تنزل، تكون متواجد كل شهرين ثلاثة يعني مثلا بأغنية سنجل، وبعدين الأغاني اللي نزلتهم سنجل يكونوا متجمعين في سي دي. خلاص عصر السي دي وكذا صارت ممكن احتمال يكون موضة قديمة، لكن نعتبر أنه الألبوم دايما عنده برستيج وعنده الوهج متاعه. أما بالنسبة لترند خوض المطربين تجارب درامية أو سينمائية، فالفكرة مش بعيدة عن بال صابر. بكليباتك يعني منشوف شاطر بالتمثيل، هلأ ما عم بتحاول أنه تخطو خطوة التمثيل؟ ممكن maybe يعني يوم من الأيام يعني قوم بتجربة تمثيل، لكن لازم اختيار الصح للورق اللي هي السيناريو، القصة هي اللي تخليني تشجعني أكثر على اللي يكون متواجد بالمسلسلات أو فيلم يعني. وصابر متواجد بنشاط على السوشيال ميديا، ومؤخرا شارك فيديو مع جمهور على انستغرام بيظهر فيه وهو طفل بعمر 10 سنوات وهو يغني وأرفق بتعليق. سيظل المسرح له رهبة خاصة ومختلفة، أول أداء على المسرح الفني. في
أوقات في حياتنا لازم نتذكرهم. يعني أنا بالنسبة لي أنا يبقوا راسخين في ذهني وفي قلبي، وهذوك نعتبرهم بدايات حقيقية لفنان يخطو خطواته الأولى. فالحمد لله أنه في فيديوز وفي أوديوز اللي هما بداياتي موجودين، اللي تخلينا نرجع ونسترجع الذكريات الحلوة. أكيد موجودين عندي أكيد. وبعيدا عن الذكريات، صابر كان تصدر اسم عناوين الأخبار مؤخرا بسبب تصريحاته خلال استضافته في برنامج تلفزيون، لما عرض عليه فيديو قديم لحسن شاكوش وهو يغني أغنية صابر أتحدى العالم. وعلى الرغم من أن ما أبدأ أي تعليق سيء حول أسلوب حسن بالغناء، إذ شاف بأن أداها بطريقته الخاصة، ولكن حديثه عن طبقة صوت شاكوش بأن أقرب إلى صوت المطربات، اتوقع البعض أن هالكلام راح يعمل أزمة وأخذ ورد بينه وبين شاكوش. إلا أن شاكوش اختصر الموضوع ببوست على أحد حساباته على فيسبوك قال فيه: الحمد لله ده شرف لي وكلام حضرتك يا نجم فوق دماغي.